وأما البدع في غير الدين، البدع في الصناعات، في المنافع، الطائرات، السيارات، المراكب البحرية، هذه ليست من الدين، هذه أمور مباحة، هذه أمور مباحة. والله جل وعلا يقول: وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منافعكم ومصالحكم، فهذه لا تدخل في العبادة. نعم، قد تستعمل في الاستعانة للعبادة، نركب السيارة للحج، نركبها لصلة الرحم أو للمباحات، نركبها للتجارة، للنزهة، هذه أمور مباحة، هذه من المنافع التي أباحها الله لنا من منافع السماوات والأرض، ليست من الدين، هذه من العادات ومن المباحات، فلا نسميها بدعة إلا إن كان من ناحية اللغة، من ناحية اللغة يمكن تسمى بدعة لأن شيء جديد، أما من ناحية الدين لا، ما هي بدعة لأنها ليست من الدين، هذه من المنافع المباحة التي أباحها الله لنا، لكنها ظهرت في وقت ولم تظهر فيما قبله، قدر الناس عليها وكانوا من أول لا يقدرون عليها، هذه من الأمور المباحة التي خلقها الله لعباده السماوات والأرض، ينبغي معرفة هذه الأمور، لأن أهل الضلال يلبسون على الناس هذه الأمور، يقول: أنتم كل شيء بدعة، كل شيء بدعة، نقول: لا، ما هو كل شيء بدعة، البدع هي في الدين، أما ما عداها فليس بدعة، إنما هو مما أباح الله لعباده، ففرق بين هذا وهذا.